رجعت معكم. كما شفتوا صيبت الحوت، عندي هنايا السردين وعندي شويه ديال الكبيله. بالنسبه للسردين انا غادي ندخلو نشويه في الفران، واخا نقيتو اللي ما بغاش ينقيه ممكن يديرو هكا كاين بالقشره ديالو، يدير عليه شويه ديال الملح ويدخلو للفران يتشوى. بالنسبه ليا انا نقيتو، كيعجبني هكا يا نقي. غادي ندير عليه غير شويه ديال الملحه، وغادي نديرو هنايا في اللاطه، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت غير باش ما تلصق لياش. صافي، وغندخلو الفران، نسخن الفران وندخلو باش يتشوى. اما هنايا بالنسبه للكبيله فغادي ندير لها غير شويه ديال العطريه، شويه ديال الثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وندير لها شويه ديال الطحين. صافي، وغادي نقليها. يلا دابا غادي نقولو بسم الله ونبداو. صافي، غندير هنايا غير شويه ديال الزيت، غير خفت هاد اللاطه تكون كتلصق. صافي، غادي ندهنها. صافي، هنا غادي ناخد السردين، غادي نرش عليه شويه ديال الملحه. كما قلت لكم ممكن ديروه هذا بلا ما تغسلو، يعني بالقشره ديالو كترشوا عليه الملحه. صافي، وتستفوا في اللاطه ودخلوه يتقلى. انا كنفضل نقي هكا. صافي، بهذا الشكل هذا انا غادي نستفوا. غادي نسخن الفران. صافي، وندخلو باش يتشوى، ما تياخذش بزاف ديال الوقت، خصوصا الا كان الفران سخون راه دغيا كيتشوى. ما نخليوهش بزاف، ما يكونش عاوتاني الفران بارد باش ما ياخذ ليناش بزاف ديال الوقت ويشربوا لينا الفران. حسن الا سخنا الفران صافي، تقريبا واحد ربع ساعه اولا ثلث ساعه تيكون واجد. صافي، انا كملتو. دابا غادي نسخن الفران وغادي ندخلو وندوز دابا باش نصيب كبايله. صافي، هنا خديت واحد درسكه ديال الثومه، غادي نقطعو. صافي، كما قلت لكم غادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، انا غادي ندير شويه من الملون الغذائي باش يعطيني لون زويون. اللي بغى يدير التحميره ممكن يديرها، واللي بغى يدير الحامض حتى هو. صافي، غندير شويه ديال الملحه. غندير هكا رشيشه ديال البزار. صافي، هكا واحد الرويس ديال الملون باش يعطيني اللون زوين. ندير شويه ديال الزيت. صافي، وغندير كبايله. غادي نحركها مزيان حتى تشد ليا فيها هاد التوابل اللي درت ليها، وغادي نسخن الزيت. صافي، ونبدا نقلي. صافي، هو كملتو. دابا غادي نسخن الزيت وندير الدقيق، نديرو فيه شويه ديال الملحه. اللي بغى يدير السميده ممكن يديرها حتى هي كتجي زوينه في القلي. صافي، رجعت معكم. الوصفه ديالنا كتكون سالات، وهكا العشاء ديالنا كيكون وجد. كنتمنى باش تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها. نقول لكم مع السلامه، ان شاء الله حتى الفيديو اخر.